مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف رجال وسيدات أعمال ناجحين، ومن زاوية رجال الأعمال أكثر تميزا رحبوا معي بدكتور خالد صاحب مؤسس مستودع صحارى الأدوية. بداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا، حياك الله. في البداية حابين نتعرف عليك دكتور خالد وتعرفنا أكثر على بدايتك المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف بدأت مشروع صحارى الأدوية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الاسم طبعا خالد يوسف. أنا أساسا أصلا من السودان. جيت للإمارات تقريبا في سنة 2002، وبدينا المشروع بتاع صحارى تقريبا 2005، بعد ما الواحد أخذ له 3 سنين تقريبا خبرة في السوق الإمارات وفي المجالات المختلفة اللي مختصة بمجال الصيدلة، لأنه نحن الباك جراوند تبعنا صيدلة. فكان الاختيار بالنسبة للمجال بتاعنا نفسه في مجال الصيدلة تأسيس مستودع صحارى للأدوية. والحمد لله الفكرة بدت بسيطة، بدينا بالتأسيس فقط شخصين اثنين، أنا وزوجتي الدكتورة هند سليمان. ف2005 بدينا، انتشرنا على داخل دولة الإمارات، كانت في توفير الأدوية الأساسية للمؤسسات الصحية داخل الدولة. والحمد لله بتوفير من ربنا قدرنا نتوسع في الأعمال، وعملنا تغطية على كل الإمارات في دولة الإمارات بشتى السبل. ممتاز. دكتورة هند، حابب أيضا نتعرف عليك ونعرف حضرتك للسادة المشاهدين. هند سليمان عبد الله. بيزيكلي أنا فارماسيست، خريجة جامعة الخرطوم. بعد ما تخرجنا عملنا زي 5 years مع فايزر. Then I started مع الـ NBC هنا في الإمارات لمدة بتاع 9 سنين. Then جات الفكرة بتاعة إم تستابليش أور أون بيزنس في الإمارات، باعتبار إنه كانت في خبرة كافية بالنسبة للبيزنس إنترناشونالي ولوكالي at the same time، وحبينا إنه يعني الماركت يستفيد من الخبرات اللي هي already نحنا we acquired through the time. فبدينا على سكيل صغير زي ما قال الدكتور 2005، والحمد لله لغاية هسي we are keep continuing. وكان في تغطية كاملة لكل الكاستمر، لكل القطاع، بالنسبة للقطاع الحكومي، بالنسبة للقطاع الخاص، بالنسبة للصيدليات، على كل الإمارات. شوي شوية اتدرجنا على أساس إنه to be in different part of the country. Recently هسي we were starting our branch في UK. بإذن الله، الله يوفقكم إن شاء الله وتكبروا أكثر وأكثر بإذن الله. دكتور هند، حابين نعرف أكثر شو الخدمات اللي أنتم توفروها، شو الأشياء اللي أنتم عم تعطوها للناس وتوفروها للسوق الإماراتي أيضاً والسوق الخارجي، كلميني أكثر. بالنسبة للخدمات اللي إحنا بنوفرها، بنوفر الأدوية الحيوية اللي بتحتاج لها المستشفيات تحديداً، زي ما بقول لها أدوية منقذة للحياة. فدي الأدوية اللي إحنا بنشتغل عليها ميلي، بنوفرها للكاستمر بناء على النيد بتاعتهم، حسب السورس اللي هم بيطلبوه، حسب برضو الكونتراكت او البرايسز او غيره، او الحاجات اللي هم كرايتيريا المطلوبه، باعتبار انها لازم تكون افيلبل ثرو ذا يير 367 دايز اول ذا واي، على اساس انها تكون مقطع من المستشفى، لانها اتس ا لايف سيفنج برودكت. هي اتس ا هازل ليه؟ لانه عموما جلوبالي في مشاكل في الادويه زي دي، في استيراده، في الافيلابيليتي، في التصنيع، في الرو ماتيريال السايكل بتاعت السبلاي تشين. فنحن وي ار الحمد لله يعني during all this time we managed to do it. Other than that we have our own product اللي هو exclusive agency. One of them برضو is a life saving product، يعني كان في الفترة بتاعت الكورونا، يعني حتى we got appreciation من الجفرمنت انه كان available all the time على الرغم من الجلوبال شورتجز اللي available فيه. عندنا something برضو له علاقة بالكانسر، بما انه احنا في البينك مانت حاليا، الديتكشن بتاعه عالي جدا للكانسر، it can be detected earlier in stage، يعني product يعني من فرنسا. وعندنا other consumable برضو available، بنغطي منطقة من الجي سي سي تحديدا، بنتعامل مع الامارات، بنتعامل مع افريكا، ده الهيستوري بتاعنا. وزي ما قلنا حاليا we will introduce UK market للبروفايل بتاعنا. ما شاء الله. دكتور هند، زي ما بتعرفي ان في منافسه شرسه في دوله الامارات العربيه المتحده،
وانتم خلال 17 سنه ما شاء الله قدرتوا تبنوا اسم كبير. حابين نعرف سر التميز والنجاح. البيرسيستنسي، يعني ما في بزنس عموما بدون تحديات او اوبستكلز. في تحديات داخليه وفي تحديات خارجيه. التحديات الداخليه it's under your own control، لكن sometimes بيجيك تحديات خارجيه، مثلا زي فتره الكورونا او الحته بتاعت الريسيشن 2008 اللي هي حاجات بتجيك external من برا. ف if you want to sustain your business you have to know how to deal with that. فبالنسبه لنا احنا بما انه احنا جايين من باك جراوند ميديكال اللي هي being a pharmacist قبلها بزي 14 سنه we started also our MBAs to know more about the business so we know how to manage the business not only medically but how to improve and how to develop and how to take it forward and all related aspect to the business more than the medical background. فالpersistency والfollow up هي دي الحاجة اللي بتخلي الواحد just to keep on business and growing also. برضو strategic plan. صحيح. Have a good role in this. صحيح. دكتور خالد احنا حابين برضو نعرف النظرة المستقبلية لإلك بعد 3 سنوات، شو حابب تعمل في المستقبل؟ هي طبعا تحديات كثيرة وال الميزة الأساسية في دولة الإمارات إنه دائما بتكون في فرص مفتوحة للتمدد في البيزنس بصورة أفقية وبصورة رأسية. الناس بتفتكر إنه دولة الإمارات كمساحة صغيرة لكن الفرص اللي موجودة فيها لا حدود لها. يعني نحن بنفكر في إنه حتى في بعض المنتجات اللي هي ما افيلبل في دولة الامارات او ريسنتلي اكتشفت برا. نحن عندنا كونتاكت مع بعض الماركتس في يو كي في نيزرلاند في المانيا، فبنحاول نجيب بعض الايديا الافكار من برا على اساس انه نطبقها داخل دولة الامارات. وزي ما حكينا احنا اساسا الاستابليش بتاع الشركة من بدري، لو ما كانت في فرص استثمارية جيدة في الامارات وكانت في نقدر نقول تسهيلات من جانب الجهات الحكومية في انه الرخص التجارية على تجديدات على كل الحاجات اللي هي ريليتد تسهل عمل الشركات، ما كان الواحد بيقدر يكون في المرحلة اللي احنا فيها حاليا. فالثلاث سنين الجاية دي ان شاء الله بعد ما الناس حصل الريسيشن اللي حصل في الكورونا والحاجات دي، ففي فرص كبيرة جدا جدا احنا بنخشى انه يكون في بعض البرودكت اللي هي يونيك نقدر نقدمها للمستهلك داخل الدولة هنا، اللي هي ظهرت حديثا في بعض الدول الأوروبية وفي بعض الدول في أمريكا. ففي فرص كويسة جدا جدا وإن شاء الله في المستقبل القريب حتكون في بعض الواحد في حاجات لسه هي under discussion ما not finalized yet، عشان كده الواحد ما يقدر يتكلم عنها بالفم المليان زي ما بنقول بالدارجة. بس ان شاء الله في خلال السنتين الثلاث سنين الجاية حتكون في افكار جديده على دوله في داخل الدوله باذن الله. واكيد بنتمنى لكم التوفيق والنجاح باذن الله. دكتور خالد زي ما ذكرت دوله الامارات العربيه المتحده قدمت الدعم وقدمت ايضا الامن والامان والبيئه الخاصه بالاستثمار، حابين نسمع منك رساله شكر لشيوخ دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا يعني الواحد من لا يشكر الناس ما يشكر الله. هي في الاخر البدايات بتاعتنا كانت بتوفير من رب العالمين وبمجهودات مع الجهات الحكوميه في تاسيس الشركه. ف دوله الامارات عموما كل الجوانب بتاعت البيزنس اذا ما كانت مدعومه من جانب الدوله بكل جهاتها الرقابيه على التشريعيه على القانونيه ما كان حتكون كل الفرص دي متاحه للمستثمرين انه يجوا يستثمروا. اكيد. لانه الناس شايفه البزنس والصعوبات اللي بتواجهه برا. فنقدر نقول انه شيوخ الامارات ونحن موجودين في اماره دبي كان اليوم القدح المعلى بالنسبه للتسهيلات اللي تقدمت لنا نحن في ان نكون واحد من الشركات اللي ليدنج في بعض الادويه المنقذه للحياه. نحن تلقينا مساعدات كثيره جدا من جانب الحكومه في بتاعت التراخيص بتاعت تسهيل الاستيراد فالحمد لله رب العالمين بتوفيق من رب العالمين وبجهود شيوخ الامارات والشيخ محمد بن راشد شخص يعني في دوله في اماره دبي.
كان كان كانت عندها نصيب أعلى في نجاح الشركة. ف نتمنى إنه تقدم والازدهار لدولة الإمارات في ذلك. ربنا يديم عليك. شكرا شكرا كثير دكتور خالد على رسالتك. دكتور هند برضو حاب أسمع منك رسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا طبعا لأنه ربيت هنا فشايف التغيير والزي ما بيقولوا ريفوليوشن المرة بدول الإمارات. صحيح. من السبعينات لغاية السفاء إسرائيلي ما بتلقاها في أي دولة تانية. صحيح. ما لفيت العالم ما بتلقى الحاجة الأفيلبل في الإمارات. صحيح. يعني فيها الكومباينيشن بتاع جميع الموتيفيشن أو السبيريت اللي بتلقاه إيفري وير على روح عربية. الاستابيليتي الموجودة هنا والسيفتي هي بتشجع البزنس. فـ as a business لازم يكون عندك دائما فاونديشن. فالفاونديشن لو ما ثابت يو كانت جرو اب. هما هنا بدوك الفاونديشن بتاع الاستابيليتي ده. صحيح. And then you can take it off. Plus الاستابيليتي. فدي بتخليك always you are coming up with something new. وبتكون motivated انك تجرو مورا مور لا وتجيب incorporate something new للدولة. فيعني زي ما قولوا hats off لهم من السبعينات لغاية هسي الدولة تماما 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 اتغيرت 100% صحيح. يعني 1000% تغيرت. صحيح. لحاجة أفضل وأفضل وإن شاء الله دائما اللي قدام ربنا يحفظه. شكرا دكتورة هند لرسالتك الجميلة. دكتور خالد قبل ما أختم البرنامج حاب أعرف الموقع الجغرافي لمستودع الصحارى الأدوية. طبعا احنا موجودين زي ما حكيت من سنه 2005 في اماره دبي في منطقه القصيص في نفس المكان. طولنا شويه وعملنا تجديدات رينوفيشن بس موجودين في نفس الموقع اللي هو في القصيص 2 على شارع بغداد بالقرب من نفق المطار بالقرب من مركز شرطة القصيص. الأكسس. والأكسس لكل يعني إذا عايز تعمل أكسس لدبي. الشارقة أو الشارقة لأبو ظبي لرأس الخيمة لكل الإمارات. فالحمد لله يعني الموقع كان موقع جغرافي في إمارة دبي ومنطقة القصيص كان موقع موفق الحمد لله. مشاهدي الكرام الموقع الجغرافي وأرقام التواصل أسفل الشاشة. دكتور خالد ودكتورة هند بشكركم كثير على استضافتنا لكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله. مشاهدي الكرام ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل الجمعة والسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.